رئيس الجمهورية قيس سعيد يستدعي إلى قصر قرطاج رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وفي هذا اللقاء أحكيه على سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية، وخاصة الإجراءات المتعلقة بعودة التونسيين بالخارج اللي تم النظر فيها في جلسة وزارية مؤخرا. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير أفضل الظروف لتيسير الإجراءات في الموانئ الجوية والبرية والبحرية وتحسين جودة الخدمات المزداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج قبل عودتهم وأثناءها وخلال إقامتهم في أرض الوطن. على صعيد آخر، هذا اللقاء تناول أيضا وتم التعرض فيه لسير عمل عدد من المرافق العمومية والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة حتى يطلع كل مسؤول بمهامه على أكمل وجه ولا تتعرض مصالح المواطنين للتعطيل والتأخير لأسباب في أكثر الأحيان غير بريئة حسب بيان رئيسة الجمهورية. وخلص أيضا رئيس الدولة إلى التأكيد على أننا اليوم مدعوون للاستجابة لمطالب شعبنا والاتخاذ قرارات مصيرية لا تحتمل التردد، فالإخلاص للوطن ليس شعارا يرفع والثورة ليست مجرد ذكرى، بل يجب أن تجسد كل يوم وفي كل المستويات، فللصدق والإخلاص للوطن مقعد واحد، ومن اختار الانتظار فعليه أن يجلس خارج دواليب الدولة حسب بيان رئاسة الجمهورية. رئيس الدولة قيس سعيد استدعى أيضا إلى قصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال، وجدد رئيس الدولة في هذا اللقاء على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد، وذكر بأن الإجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء. وأوضح رئيس الجمهورية بأنه لا أحد فوق القانون، فالحرية لا تمارس إلا في إطاره، أي في إطار القانون، كما أن الذين يدعون اليوم زورا وبهتانا بأنهم ضحايا لغياب الحرية هم من أشد أعدائها، لأنهم لا يقبلون بنظام ديمقراطي حقيقي يقوم على الإرادة الشعبية، ويتناسون ما ارتكبوه من تجاوزات وما تلقوه من مبالغ مالية طائلة من مصادر مشبوهة من الداخل ومن الخارج على السواء. فندواتهم ولقاءاتهم لا تنظم إلا في النزل الفاخرة، ومع ذلك يتظاهرون وهم مفضوحون بأنهم مدافعون عن القرار الوطني وعن الوقوف إلى جانب البؤساء والفقراء حسب بيان رئيسة الجمهورية. كما تم التعرض خلال هذا اللقاء أيضا إلى الصيغة النهائية لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، والتي تمت فيه مراعاة التوازن العادل والمنشود بين كل الأطراف المعنية، لأن التجربة أبرزت أن النظام الحالي يغيب فيه مثل هذا التوازن وفق بيان رئاسة الجمهورية. اعتبرت مديرة منظمة المادة 19 مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط سلوى غزواني أن تونس تصنف من البلدان الأكثر تقدماً في القوانين المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة من خلال المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها. وعبرت الغزواني في تصريح لها اليوم على هامش الملتقى العلمي الدولي حول الأعلام في عصر ما بعد الحقيقة، ممارسة المهن الأعلامية في زمن الاضطراب المعلوماتي، عبرت عن أسفها لعزوف تونس تطبيق هذه القوانين والتوجه نحو تطبيق قوانين أخرى، وصفتها بالزجرية والتي تحد من حرية الصحفيين والمواطنين في التعبير عن آرائهم. وقالت إن التضييق على المعلومات في مثل هذه الحالات يؤدي إلى خلق فوضى وتضليل إعلامي، ودعت الإعلاميين والصحفيين إلى الالتزام بأخلاقية المهنة التي تحميهم وتحصنهم ضد المعلومات الخاطئة مهما كان مصدرها. في قضية الصحفية خلود المبروك والممثل القانوني لإذاعة إيافام، بقيت المذيعة بالإذاعة الخاصة إيافام خلود المبروك في حالة سراح،
بعد الاستماع إليها من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة بشأن زوز حوارات أجرتهم مع كل من سمير ديلو عضو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، ومع الوزير الأسبق مبروك كرشيد المشمول بعدد من القضايا. وقالت المذيعة خلود المبروك في تصريح الوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم إنها والممثل القانوني حامد السويح في حالة سراحة الآن، والقضية ما زالت متواصلة إلى أن يتم الإعلام بمآلها. ووضحت أن الأسئلة الموجهة لها تمحورت عموما حول قرار منع التداول في قضية التآمر ومعنى تكييفها القانوني بالنسبة للصحفي، وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر يوم 17 جوان 2023 قرار يمنع بمقتضى التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، التي تشمل بالخصوص سياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين ورجال أعمال. ووضحت الناطقة باسم القطب القضائي حنان قديس آنذاك أنه هذا القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية ويرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث. كما ذكرت قديس منذ يومين في تصريح الوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه قرار منع التداول الإعلامي في القضية ما زال ساريا رغم قرار ختم البحث، وأضافت أنه قرار ختم البحث المذكور نص صراحة على بقاء قرار منع التداول الإعلامي في حيثية الملف سريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل. وقالت أنه كل تداول في حيثية الملف يعني يعد مخالفة لذلك القرار ويترتب عليه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل. أيضا المحامي فادي سنان أفاد بأنه تم الإبقاء الصحفية خلود مبروك الممثل القانوني بحال سراح، ويقول بشي تم تواصل البحث بعد سماحهم في خصوص قرار منع التداول في قضية التآمر على أمن الدولة، وأيضا التدخل المتعلق بمبروك كرشيد الوزير الأسبق اللي تمكن من مغادرة تونس ما نعرفوش بأي طريقة، ولكن يعني كان له حوار في إذاعة إيافام، وتم الاستماع لمقدمة برنامج 90 دقيقة خلود مبروك مرة أولى في علاقة بتصريحات الوزير الأسبق مبروك كرشيد هذا حسب المحامي متاحة، ومرة ثانية في علاقة بتصريحات سابقة للسياسي والمحامي سامر ديلو بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة. أما بالنسبة للممثل القانوني لإذاعة إيافام فقد تم الاستماع لي في علاقة بتصريحات مبروك.